فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عرفنا الافتراش والتورك عند التشهد، فهل من ينصب كلتا رجليه ويجلس عليهما يعد فعله جائز عند الجلوس بين السجدتين وكذلك عند التشهد؟ هذا بين السجدتين ورد عن ابن عباس أنه كان، أو ابن عمر، ورد عن ابن عمر أنه كان يفعله، فإذا فعل بعض الأحيان لا بأس، إذا فعل بعض الأحيان، أما المداومة عليه لا، لكن إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. ولكن في حديث نهى عن عقبة الشيطان، فسروها بهذه الجلسة أنه يجلس على عقبيه وينصب رجليه، لكن لعلهم يريدون المداومة على ذلك. نعم، أما إذا فعل بعض الأحيان فلا بأس. نعم.